يا ده روحي انتظريني بغرفتك، في حديث بيني وبينك بعد شوي. حاضر بابا. شو يا؟ ما بصير ينحكى معاه قدامي؟ لا ما بصير. بعدين انت روحي اربطي شعرك، احسن ما يضل منكوش ونازل على وشك بهالطريقه. ها؟ نحلي تذكرت. يعني شو اليوم، في شيء ولا ما في شيء؟ شو هاد بابا؟ شو عم تحرق شيء؟ لا بابا ما في شيء. زيك شوي هدية صغيرة، ما أنا من قيمتك. بابا غير جو الأوضة شوي ولحقني على أوضة أختك بسرعة، في حديث مهم بدي إياك تسمعه. أوكي؟ أوكي يلا. روح يا، عندك أحلى أب بالعالم كله قالوا مو عاجبه. انت قلت مو عاجبني، كل عمره عاجبني. ايه دائما بتحكي عن المبادئ اللي بيحكيها وما بتفيد. هذا الكلام كان كلياته تعصيب التعصيب بابا، ما في منه. لك يلا افتح الهدية خلينا نشوف شو جايب لك. بيعرف؟ يعني مانك زعلان مني؟ والله يا بابا ما بعرف شو بدي قلك، موقفي متناقض شوي من هي الشغلة. أنا فرحت كتير من اهتمامك بأخوك وحرصك عليه، وأكيد يلي صار بينك وبين رائد رح يخلي أخوك يكشفوا على حقيقته ويعرف إنه هذا حدا مو مهم وما يتأثر فيه أبدا. بس يلي خوفني شوي هو أسلوبك بابا. أنت لساتك صغير وبأول حياتك، يعني أنك تتركي سلاحك تستخدمي سلاح خيرك هذا شيء خطير. اللعب بعواطف الناس واستغلال رغباتهم ولو حتى لأهداف نبيلة غلط. يعني أنا بقول أنه هي المرأة مرقت هيك، بس المرة جاية ممكن ما تمرق. صح؟ أنا آسف أني حطيتك موقف محرج. لا مو أنا اللي حطيت بموقف محرج أبدا، رفيق أخوك وعينك تشوفه بهديك اللحظة شو صار فيه. فقط بالحيط ما ألين بابا تفضل. لك بابا أختك ميادة ما إلى أي علاقة بالموضوع، أنا كنت بعرف بس ما حبيت أضغط عليك. بابا بس بدي إلها شغلة، يعني أنا صحيح عم دخن بس أنا ما عم ببلع، عم نفخ تنفيخ. شو ما كان يكون بابا، شو ما كان يكون، بس أنا شخصيا ما بقبل أبدا إنك أنت تعمل شغلة بالسر هون بالبيت من غير ما حدا يعرف. عيب بابا عيب. معقولة أنت تكون جبان وتخاف إنك تدخن سيجارة؟ بدك تدخن دخن قدام الكل، وين المشكلة يعني؟ بعدين مو هذا الموضوع اللي بدي أحكي معك فيه. لكن شو بابا، أحكي له من لما حكى معك رائد أول مرة لحتى حكيتي لي اليوم الظهر. أحكي له رائد حكى معك؟ لا عن جد كتير هيك تخنتوا اما اجتماع سري بيناتكم، شو القصة؟ شو مخبين علي؟ هاتوا لشوف. لا ما في اجتماع سري ولا شيء، بس كنا عم نخطط مشان نطلع نتغدى سوا. صح بابا؟ مظبوط صح. اذا هيك ماشي. طيب يلا بابا بسرعة خلينا نمشي. يلا يلا انا اسف امير انه هيك صار، بس صدقني ما كان في قدامي طريقة تانية. لا بالعكس، منيح اللي هيك صار لحتى أعرفوا على حقيقته لهالواطي. شو يا؟ وين راح هذا الدلال تبعك؟ مر النهار كله ما شفناه. بالله غريب، مع إنه وعدني. ها؟ ها؟
ها آدم، هالحركات مو علي مو صعبة علي، جيب مستأجر يزل مطرحنا. ايه اذا عندك حدا جاهز مو غلط. عم تتحداني يعني؟ لا عمي ما عم اتحداك. ايه لك انا اتصل فيه هلا وقدامي. هلا بيكون المكتب سكر. لك على الموبايل. عمي شو رأيك بكرة الصبح ننزل أنا وإياك ونروح لعنده منيح؟ معناتها عم تكذب علي وما لك حاكي معه. عمي حكيت حكيت ووعدني وما إجا، شو ساوي يعني؟ وأنت شو صار معك؟ بخصوص شو؟ مش الحال ولا لسه؟ عم يمشي الحال. إمتى يعني؟ قريباً إذا الله راد. ليك آدم انتوا وعدتوني بس تركنا البيت رح يمشي الحال، ومن هلا لاخر الشهر اذا ما حبلت قاعده بهالبيت ما في، ورجع معي على هداك البيت كمان ما في، بقى دبروا راسكن احسن، فهمت؟ شو القصه؟ ابصر شو صاير معه. فوتي 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 امي. مرحبا. أهلين رزان. رزان رزان أنا آسف. على شو؟ على كل شيء، على الطريقة اللي تركتك فيها وعلى المشاعر الحلوة اللي عشناها واللي للأسف أنا ما قدرت أقدرها. المشاعر؟ مو بس المشاعر رزان، أنا وقت اللي ضيعتك ضيعت أحلى علاقة حب عشتها بحياتي. أساساً أنت أصدق شيء عشته بحياتي، وأنت الكذبة الوحيدة اللي دمرت لي كل حياتي. بس لازم تعرفي إنه نحن وقت انفصلنا. وقت اللي شو؟ عفواً؟ انفصلنا؟ حضرتك يا أستاذ ما تركت لي حتى شرف التعبير لواسي في حالي. نحن ما انفصلنا، أنت اللي تركتني. تركتني آدم وبعد أصدق حالي عشت معك.